الله يعطيكم العافية. طبعا بطلب من واحد من الشباب قال يركب حق الفالكيري نفس الأوم اللي هو 0.09. قلت له حاضر بيشوف أداءه إذا يعجبك ولا لا. فقلت له إن شاء الله راح أجربه وأرد لك خبر إن شاء الله بالفيديو على طول. فليش طلبنا الفالكيري؟ لأنه طريقته بالديكت شوية أوسع ويعني أريح بالتركيب، شوية الجير مقموت يعني على كلامه هو. فبنجرب هذا ونشوف إن شاء الله. نعطي 6 لفات. ممتاز. أربعة خمسة ستة كذي. هذه اكس 2. اوكي مناسب كذي. اوكي صار سخنة. بس ننطر عليه يبرد شوية. الحين معطيني 23 بس يبرد شوية يتعدل أومه على ما نطلع القطن. خليه يبرد شوي. هذا كافي. شوف كم صار الأم. واحد. اي واحد. اوكي ممتاز. كان في حرارة شوية. انطر عليه شوية بس. اوكي. الفالكيري إذا حطيت القطن زايد بسرعة دراي هيت
واذا حطيت القطن قاصر بسرعه اثبت باك. فهذه افضل طريقه انا اشوفها، يعني اقص على الدكت بس اعطيه زاويه كذي، اعطيه زاويه وقصه. هذه الطريقه يعني مناسبه كذي. ومع هذا بعض المرات ترى هم بعد تعطيني ساعات بعد كم سحبه كذي تعطيني درايفت، ارد ابدل القطن ويضبط الوضع، وساعات لا عادي. يعني هذا الفالكيري مو ثقه بالقطن. زين بنحط نكهه الذره. بوينت 1 على 44 واط. اوكي بنركب الحين تبع الفالكيري هذه القطعه اللي هي المدخنه اللي هي تشمني. اوكي شوف لما نركب التشمني داخل شلون الكويل يصير بالنص. يعني اقدر احط هذا الـ RTA على ميكانيك وده راح يكون حلو بعد. خل نعبي. اوكي نشيل هذا الاحتياط عشان نركبه عدل. لا ايوه اوكي نركبه عدل. مناسب ارد اركب هذه مره ثانيه. اذا مركبت عدل اقلبها على طول الصوب الثاني تركب عدل. قاعد اشوف عدل هذا. اوكي التهويه مقفوله الحين نفتح كذي. نجرب شوي شوي ونصعد الواط شوية. أحس إن كنا في سبت باك. هذا أنا مزود على تقطيره. خلينا نشوف الحين 50. لا يعطيني سبت باك. القطن ضاره مخففه مره ثانيه. ضاره مو مضبوط. لحظة شوي خلينا نشوف شو السالفة. في كويلان هنا مضبوط راكب زين. زين خفف الهواء شوي.
لا غلط. هذا تركيب القطن عندي مو فيه مشكلة عادي تصير تصير. فنفتها ونغير القطن سريع. شوف الأرقام. لازم نزيد القطن شوي أيضا. دام الوضع كذي نزيد القطن. أنا ما في شيء كنا يخونه. يلا معلش. القطن شوية كان خفيف الظاهر، يبي له أثقل. تمام كذي ان شاء الله. اوكي الحين نسكر مره ثانيه ونشوف وضعه ان شاء الله ضبط. مضبوط. اوكي يبين اصلا من السحبه بدون ما تضغط على الفاير اصلا. اذا سحبت سحبه فاضيه وحسيت ان الجوس قاعد يصعد معاك عارف ان التركيب فيه شيء. ممتاز كذي ضبط الوضع بس. يعني كسحبه واضح انها اوكي. نجرب الحين نشوف كم اوم طالع. اوم 7 اوم 9 اوكي الحين استقر على اوم 9 مضبوط. خمسين واط سحبة طويلة بشوف اذا فيها دراي هيت ولا لا. الحين نشوف روعة ممتاز. خل نعبيه أكثر بعد شوية عشان نستخدمه ونعطيه حقه. بس تمام.
روعة كأداء 50 واط ممتاز. أول مرة ركبت القطن تركيب شوي كان خفيف القطن فيعطيني سبيت باك حتى لو ما ضغطت الفاير. الحين لا الوضع أوكي. شوف شم مدة السحبة 4 ثواني ولا ما أعتقد السحبة شكلها طولت. كان بوف 4 ثواني معقولة؟ خلنا نتأكد مرة ثانية. يقول لي 4 ثواني سحبتي. خلنا نجرب مرة ثانية. الحين نشوف كم طولت السحب البوف. 4 ثواني و25 سكند على 50 واط. روعة جدا على اوم 0.9 ممتاز. اللي عنده فالكيري 25 بس يشوف حقنا تركيبة القطن والامور طيبة ان شاء الله. ممتاز جدا، يعطيكم العافية، مع السلامة.